أهلا بكم. شهدت الأسابيع الماضية تصعيدا في احتجاجات الأشخاص المكفوفين المطالبين بحقهم في التشغيل، ففي 26 من شتنبر أطلقت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات اعتصاما فوق سطح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ولم ينتهي الاعتصام إلا يوم 16 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد وساطات لفعالية حقوقية وبرلمانية. هذا الاعتصام شهد حادثا مأساويا تمثل في مصرع أحد أعضاء التنسيقية صابر الحلوي بعد سقوطه من سطح بناية الوزارة، وهو الحادث الذي فتح تحقيق بشأنه. مطلب الإدماج المباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية كان المطلب الرئيس المرفوع خلال الاعتصام والكثير من الأشكال الاحتجاجية الأخرى المنظمة من طرف المكفوفين وضعاف البصر حاملي الشهادات. هذا المطلب ظل يواجه دائما بالرفض من قبل الحكومة الحالية وسابقتها بحجة قطعهما مع سياسة التوظيف المباشر. وبدلا عن الإدماج المباشر، تقترح الحكومة تنظيم مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ولهذا الغرض أصدرت في يوليوز 2016 مرسوما يفسح المجال أمام إمكانية تنظيم مباريات خاصة بهذه الفئة، غير أنه وبعد مرور أزيد من عامين على صدور المرسوم الجديد ما زالت لم تنظم أي مباراة، في وقت تتحدث فيه الوزارة الوصية عن تنظيم أولى المباريات قبل ما تم السنة الحالية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تضمين قانون المالية للسنة المقبلة بندا ييسر تنظيم هذه المباراة. ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من المبادرات التشريعية الرامية إلى النهوض بأوضاع هذه الشريحة المجتمعية، في مقدمتها اعتماد القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. هذا القانون جدد التأكيد على حق هذه الفئة في التشغيل، مشيرا إلى أن نسبة مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام سيتم تحديدها بنص تنظيمي. وتنفيذا لهذا المقتضى، جرى في يوليوز 2016 اعتماد مرسوم يحدد نسبة المناصب المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في 7% إذا كان عدد المناصب بالمتبارى بشأنها يساوي أو يفوق 8 مناصب، ومنصب واحد إذا كان عدد المناصب ما بين 5 و7 مناصب. الكوطة الواردة في هذا المرسوم ليست بالجديدة، وقد جرى التنصيص على بنود مماثلة في مرسوم سابق قبل أزيد من 20 سنة، غير أنها ظلت طيلة السنوات الماضية حبرا على ورق.